برنامج لما كنت في المتوسط من وأنا صغيرة، وأنا كنت عارفة أني أبغى أدرس في جامعة من جامعات التوب في أمريكا. ولما سمعت عن البرنامج وشفت أن كل الطلاب اللي انقبلوا في الجامعات القوية كانوا من ضمن البرنامج، فقلت ليش لا وأجرب. صراحة البرنامج غير حياتي، لأن قبل البرنامج كان عندي شك وغموض بخصوص إمكانياتي في الحصول على القبول في أفضل الجامعات. أخوي الكبير تخرج من جامعة ستانفورد والتحق بالبرنامج ونصحني، قال لي البرنامج بيحطك في الطريق الصحيح عشان تدخل أفضل الجامعات، وأخذت نصيحته. هذا ما يصنعه برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة. التميز، نقل أفضل طلاب السعودية إلى أفضل الجامعات الأمريكية. فالعقول المميزة تتفجر عبقريتها في بيئات تعليمية تمتلك إمكانات تقنية وبشرية وقدرة على تحويل العقل البشري إلى مصدر إلهام وإنجاز. كان أثر البرنامج علي جداً إيجابي وجداً مهم، ساعدني أني أرتب أولوياتي وساعدني أني أتطلع لأهدافي وأحقق أحلامي عن طريق التركيز على الأهداف. لما انضميت إلى هالبرنامج صراحة جهزني من ناحية التقديم، وجهزني من ناحية أن تطوير يعني السيرة الذاتية في قبل التقديم، وفادني كثير بمسيرتي الجامعية. أهم شيء استفدته من برنامج التونيوز هو أنه أكد لي أهدافي. قبل ما أدخل كنت مترددة، هل أبغى أبتعد، هل أبغى أقعد، لكن الحمد لله خلال برنامج التميز أتأكدت أنه هذا شيء أنا بسويه وهذا التخصص اللي أنا أبغى أتخصص فيه. أثر البرنامج كان إيجابي جداً من الناحيتين، الناحية العلمية وأيضاً الناحية الاجتماعية. كسبت العديد من المهارات سواء القيادية أو المالية أو حتى تصميم المواقع أو البرمجة وإلى آخره.